زخم قوي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي سواء من حيث براءات الاختراع أو نشاط صفقات رأس المال المغامر، هذا وفقا لتقرير حديث صادر عن دويتش بنك. فالتقرير الذي يرصد تطور القطاع خلال عقد من الزمن يكشف عن ارتفاع الاستثمارات الجريئة في الذكاء الاصطناعي منذ عام 2012 بأكثر من 10 أضعاف، ليتجاوز عدد الصفقات 3880 في 2022، كما تضاعفت قيمة تلك الصفقات أيضا بحوالي 50 ضعف من 1.8 مليار في 2012 إلى 83 مليار دولار خلال العام الماضي. إلى جانب ذلك قفز عدد براءات اختراع الذكاء الاصطناعي 7 مرات إلى حوالي 37 ألف براءة اختراع في العام 2022. وبحسب تقرير دويتشيب فإن الحصة الأكبر حوالي 1/3 من استثمارات رأس المال الجريء وبراءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي كانت موجة للتطبيقات القطاعية على غرار النقل والاستخدامات الصناعية والاستهلاكية. ومع إطلاق روبوت الدردشة تشات جي بي تي فإن موجة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي بدأت بالتوسع أكثر فأكثر، حيث يشير دويتش بنك إلى أن مصطلح الذكاء الاصطناعي تم ذكره في مستندات الشركات أكثر من 715 ألف مرة في 2022 مقارنة ب 135 ألف مرة في العام 2020 بحسب هذا التقرير الصادر عن دويتش. وينضم إلي الآن من لندن إدريان كوكس وهو محلل أبحاث لدى دويتش بنك. إدريان أهلا وسهلا فيك معنا. الآن إذا ما نظرنا إلى هذه الصناعة التي يبدو لنا أنها تتطور بشكل سريع جدا، والدخول إلى هذه الصناعة بات أسهل، لابد أن يكون هناك غربلة. من هم سيكونوا الرابحين ومن هم الخاسرين في هذه الصناعة؟ Well, yes, that's an interesting question. So if we هذا سؤال لافت. إذا نظرنا إلى النشاط المتوقع في المستقبل، رأينا زيادة في أعداد براءات الاختراع وحجم الاستثمارات في رأس المال الجريء. في آخر 10 سنوات ارتفع عدد براءات الاختراعات ب7 أضعاف، وارتفع حجم الاستثمار ب50 ضعفا. إذن هناك توقعات لزيادة النشاط وهناك استثمارات تذهب إلى هذا القطاع اللافت. أحد الجوانب المهمة التي استكشفناها هو أن الشركات الكبيرة، وهي عادة كانت هوامش أرباحها قليلة، ولكن المكاسب في الإنتاجية التي يمكن الحصول عليها من الذكاء الاصطناعي على الأغلب ستدعم الشركات الكبيرة بشكل أكبر. إذا نظرنا مثلا إلى بعض العمل وتأثير الذكاء الاصطناعي، نجد أن مهام الكتابة سوف تتحسن، وكان هناك تراجع كبير في الزمن المطلوب لإنجاز مهمات كتابية، وكانت هناك زيادة أيضا في جودة الكتابة في مهام الكتابة باستعمال تشات جي بي تي وهذه البوتات. إذن إذا نظرنا إلى الزيادة في الإنتاجية وطبقناها على الشركات الكبيرة، هذا يعني أن المهام التكرارية سوف تحسن، وهذا الأمر يعني زيادة في الإنتاجية، وهذا يعني زيادة في إيرادات هذه الشركات الكبيرة، وهناك مكاسب أكبر تحقق هذه الشركات من حيث العائد على حقوق المساهمين. هذا التحسن بالعوائد على هذا التحسن بالإيرادات وهذا التحسن إذن بالعوائد على أعمال هذه الشركات هو طبعا لا شك يدفع للاهتمام بالاستثمار. الآن بداية كان الاهتمام طبعا بالصناعة من ناحية أكاديمية، الآن توجه اهتمام أكثر للتسويق والتجارة والاستخدام، وبالتالي للإيرادات
العوائد. هل نحن الآن في وقت حان الوقت للانفجار بالذكاء الاصطناعي؟ هل حان الوقت لأن تصبح يعني تصبح مينستريم، وبالتالي هل بات الآن الاستثمار مجدي أم قديش بده فترة زمنية قبل أن يصبح الاستثمار مجدي؟ Well, what I think we will see is very much more of an integration of artificial intelligence. زيادة في التكامل في التطبيقات بين الذكاء الاصطناعي وبقية المهام التي ننجزها في الشركات كأفراد. كانت هناك زيادة في الاستعمالات في النقل والقطاع الاستهلاكي وفي الصناعة، لكن الذكاء الصناعي التوليدي ارتفعت أهميته في آخر 6 أشهر مع وجود شات جي بي تي، وهذا الأمر يعني أنه سيدخل في حياتنا اليومية بشكل أكبر، ونحن كمستخدمين سنرى زيادة في تكامل هذا النوع من الذكاء الصناعي في تطبيقاتنا اليومية في كمبيوتراتنا، ويمكن أن نستعمله في وثائق وورد والإكسل والعروض التقديمية الباوربوينت، كما أن الشركات ستتسابق لوضع برمجيات، وأيضا سوف نرى المزيد من التطور، سنرى نماذج لغوية أكبر تطور مثل جي بي تي 5 الذي سيطلق العام المقبل، كما سنرى نماذج لغوية تطبق على الهاتف أو الأجهزة الشخصية وتنجز مهاما محددة مثل القدرة على الإجابة عن الاستفسارات الطبية والقانونية مثلا. لك سؤال إدريان، إذن هل تصبح، أنا مرة أخرى أتحدث على الرابحين والخاسرين من هذا القطاع، أتحدث أيضا على من الجدوى من الاستثمار، أتحدث أيضا عن حملة أسهم شركات الـ AI واهتمامهم بهذا القطاع. هل ستصبح هذه الأسهم هي البلو تشيبس في الأسواق عوضا عن البلو تشيبس الكبيرة، الشركات الكبيرة العمالقة يلي طبعا أخذت وقتها وأخذت الاهتمام فيها منذ أن انتشرت التكنولوجيا التي تخصها على سبيل المثال انتل او مايكروسوفت او ابل؟ هل نحن الان في طور لدخول صف جديد من البلو تشيبس في عالم الاستثمار في التكنولوجيا؟ من السابق لأوانه الإجابة عن هذا السؤال، فالشركات الأصغر حجما سوف تزدهر وتنجح، لكن سنكون أمام هزة وغربلة في القطاع. كما قلت فهناك شركات كبيرة راسخة سوف تدخل الذكاء الاصطناعي ضمن أنشطتها العادية، وهناك في المقابل الشركات الصغيرة التي ستسعى إلى كسب الاهتمام، ومع تزايد الاستخدامات في الحياة اليومية من الصعب أن نحدد أين تكمن القيمة وأين يمكن تحقيق العائد الجيد من الاستثمار. هناك مجال يحظى بالاهتمام، هو ليس فقط الشركات التي تنتج الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، وإنما أيضا الشركات المعنية بتصنيع البرمجيات وتصنيع الأجهزة المطلوبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. ورأينا مثالا مما حصل مع إنفيديا التي دخلت نادي التريليون دولار من حيث القيمة السوقية، فإنفيديا تنتج تقريبا تنتج الرقائق المطلوبة لتدريب وتشغيل نماذج اللغة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي نجد أن هناك اهتماما بشراء الرقائق، وهناك إذن اهتمام بالمنظومة الكاملة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وليس فقط الشركات التي
تظهر أسماؤها على نماذج اللغة التي قد تنجح أو لا تنجح. ويجب أن نذكر أيضا أن الشركة التي تدخل إلى هذا القطاع قبل غيرها سوف تحظى بميزة أكبر، فهذا يعني أنها ستتعلم بشكل أكبر وسيكون لديها مستخدمون أكثر، وهي ستستطيع أن تستفيد وأن تحسن نموذجها خلال هذه العملية. أدريان كوكس، شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرقي مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة مؤشرات الشرق، معي أنا نور عماشة.